إذن اليوم راح نتابع عن Root Locus Method. Root Locus Method يعتبره Graphical Tool. Root Locus Method من الأربعينات 1940 42 واحد اسمه إيفنز اشتغل فيه إذن 1942 اللي كان التيبر أساسية عن فكرة Root Locus Root Locus Method. Root Locus Method هو Graphical Method. ولأنه Graphical Method أنا إمكان إحنا نعمل التصميم Graphical زي ما حكيت لكم لو إحنا جبنا ورقة رسم مليمترات إمكان نرسم Root Locus مانيولي. طبعاً أنا بطل رسومه مانيولي إمكان نعمله في الماندات، بس الفكرة الأساسية إنه أنا ممكن أرسم Root Locus وGraphically باستعمال قياسات المسطرة والمنقلة إني أطلع حل وأطلع ديزاين لهذا السيستم. الفكرة الأساسية تبعت Root Locus Method إنه أنا في عندي ترانسفير فانكشن للبلان، خلينا نسميها جي أو إس. لو أنا جيت حطيت هون بروبورشن، بس بروبورشن كي، وبعدين عملت هون كلوز لوب يونيتي فيدباك. لاحظوا هون كلوز لوب يونيتي، يونيتي فيدباك يعني اتش اوف اس واحد. ويجينا هون حطينا عملنا نيجاتيف فيدباك. مهم نيجاتيف فيدباك، Root Locus كله مبني على فكره النيجاتيف فيدباك. وراح احط انا هذا، ما انا بحب احط هذا السهم هون عشان اكد انه كان متغيرا متغير هناك. جي او اس هاي فيها اوبن لوب هولز. اوبن لوب هولز يعني لما كانت جي او اس زي ما هي قبل ما اسكر اللوب كان فيها هولز، هذول بنسميهم اوبن لوب هولز. فبنبدا بالاوبن لوب هولز وممكن يكون فيها زيرو تقريبا، بس انا افترض انه في البدايه فيها بس هولز. لو جينا على الاس دو اس بلين بلين ايش معناها؟ مسطرة. ممكن يكون معناها طيارة، بس هون معناها سطح. في حين بلين معناها سهل. فاحنا بيهمني بلين سطح، اللي هو طبعا هذا الاس بلين. الاس بلين لاني بعمل بلوتنج عليه بالكومبلكس فريكونسي اس، والكومبلكس فريكونسي اس تتذكروا مكون من سيجما اللي هي الريل بارت وحدتها radians per second، و j omega هي imaginary part كمان وحدتها radians per second. واحنا نيجي هون هلا بنعمل plotting على ال s plane، اي complex frequency مكونة من sigma plus j omega. هذا في له open loop poles، ال poles راح نرمز لهم، ال pole راح نرمز له ب x و 0 راح نرمز له. فلو كان عندي هذا السيستم الاوبن لوب بولز تبعته هو سكند اوردر، في له تو اوبن لوب بولز، هذول طبعا واضح انه الاثنين هذول ريل. اللي بيعمله الان Root Locus Method، بتذكروا كلمه لوكس معناها هي المحل الهندسي. المحل الهندسي هذا الشيء اللي بحقق شرط معين، كل النقاط اللي بيمشي عليها هذول بتحركوا هذول الفولز عليها وانا بغير كين، هي المحل الهندسي للروس. الروس تبعهم الكوريدون، فهذول الروس زي ما انتم عارفين. هلا هذول الاثنين في هذيك اللحظه، يعني هذيك اللحظه اللي بدوا منها لما كان لسه قبل لكي لسه كلهم زيرو، هذول الاوبن لوب فولز. هذا واحد من الاوبن لوب فولز وهذا الاوبن لوب فولز الثاني. اي واحد من هذول الاوبن لوب فولز، يعني الاوبن لوب فولز لما كانت كي لسه زيرو ما بدينا نعمل فيدباك، ما نعمل كنترول، اول ما بدينا في البدايه، بس بهذيك اللحظه لما كانت كي زيرو كانوا الاثنين الاوبن لوب فولز. في اللحظه اللي بدات كي تزيد فوق الزيرو، طبعا هون تذكروا نيجاتيف فيدباك مهم جدا، هذا ما بصير يكون بوزيتيف فيدباك، راح يبدوا هذول الفولز يتحركوا من مكان. فلو هون حطيناها بلون ثاني يعني هذول الفولز راح يبدوا يتحركوا شوي شوي، راح يبدا يتحرك. لو حطيته بالاحمر هذا هون راح الاقي يتحرك هون يتحرك هون، هذا كمان الاثنين راح يتحركوا بنفس الوقت بنفس المسافه، بهاي الحاله بنفس المسافه مش دائما. وانا بغير كين راح يبدا هذول الاثنين يتحركوا
وراح يلتقوا في نقطة اللي بصير فيها السيستم كريتيكال دام، وبعدين راح يتحرروا بهذا الشكل منهم. الخط اللي برسمه هدول البولز وهم بيتحركوا هو المحل الهندسي وهو الروت لوكس. راح اعطيه الازرق الان، اذا هذا هي اللي يشوفه يتحرك هيك وهذا اللي يتحرك هيك، هذا الخط الازرق هو الروت لوكس. اذا هو عماله بيعطيني فكره انك انت لو بديت تغير كيف، وهذا طبعا سؤال مهم اي كنترول سيستم ديزاينر راح يسال السؤال هذا، يقول وانا لو بديت اغير كيف شو راح يصير بهالسيستم هذا؟ ايش راح يتصرف؟ كيف راح يتصرف هذا السيستم وانا بغير كلمات كيف؟ اذا الروت لوكس هدفه يرسم لي المسار اللي بيمشوا عليه الروتس. طبعا الاوبن لوب بولز اللي كانوا موجودين هون انتهوا بمجرد انه كي بطل زيرو وبدا يتحركوا البولز بهذا الاتجاه على السطح الازرق وبدا يتحركوا بهذا الاتجاه على السطح الازرق، وهذا مهم جدا لانه بقول هلا مش بس هيك، لانه جرافيكال ميثود اذا انا بدي شرط معين يتحقق بقدر اطلع من هذا من الشرط بقدر اطلع وين راح يكون مكان البولز اللي بحققوا لهذا الشرط. مثلا احنا كنا نقول انه انا بدي الاوفر شوت ما يزيدش عن حد معين، مظبوط؟ كنا نقول زيتا قيمتها هالقد راح تكون لما يتحقق عندي هذا الشرط، مظبوط؟ طب زيتا مع ايش ترتبط زيتا جرافيكلي؟ مع بيتا، مش هيك؟ طيب اذا انا ممكن شو اعمل الان؟ زي ما كنا نعمل بالهندسه بالمدرسه، لو جيت انا قلت زيتا، انا بدي زيتا مثلا هذا مش راح نشوف، مش راح يبين اصلا، مش هيك؟ لو جيت قلت انا بدي زيتا الاوفر شوت مثلا يكون 20% ما يزيد عن 20%، ورحت طلعت من هون طلعت قيمه بيتا بالريديوس او بالديجريز اللي بتتناسب مع هاي، مش الان بقدر اجيب منظري وايش اعمل؟ بقدر اجي ارسم خط زاويه بيتا فيه قديش؟ هي هاي الزاويه هون صفت نقطه التقاطع هاي مهمه، مش هيك؟ نقطة التقاطع هاي شو بتقول لي؟ بتقول لي انه عند النقطة هاي لو انت بدك بيتا هون بدك تضلك تزيد كي لحد ما كي وين توصل؟ توصل عند النقطة هاي، وطبعا بنفس الطريقة اكيد رح يكون في بيتا هون كمان بيتا ثاني. الخط مش لازم ناخذه من عند الاوبن لوب بول من الكور، ايش هو اللي تاخذه؟ لا لا ما برسم الاوبن لوب بول، بيتا قصدك رسمة بيتا؟ لا بيتا هي الزاوية هاي دائما، مش شرط يكون في بول هون في الاوريجن. فاحنا عمالنا نقول هون، يعني لاحظوا هون نحن بنيجي نقول كأننا مثلا كيف كان احنا كنا مرات لما نيجي نقول لك ارسم لي مثلث بالهندسه اقول لك هذا المثلث اعطيتك الثلاث اضلاع متذكرينها بالهندسه؟ لو جيت قلت لك هي طول الضلع الاول ايه وانا معطيك بي وسي مثلا شو كنت تعمل؟ وتروح تفتح الفرجار فتحه مساويه لبي، مضبوط؟ ونرسم هون هيك مظبوط، وهذه هون مساويه لبي، واجي اقول لك الضلع الثالث كله سي، تروح تفتح الفرجار فتحه مساويه لسي وتحط هون وترسم هيك، وين صار مثلث هي؟ مش هذا طوله مساوي لبي وهذا طوله مساوي لسي؟ نفس الفكره هون، انا جرافيكلي صرت اقدر الان احل، صرت اقدر اصمم هذا الكنترول سيستم. اذا الان لاي طريقه الاقي كي عند النقطه هاي، انا بعرفش لسه كي قديش عند النقطه هاي، هذا رح نشوفه، بس لو قدرت الاقي كي عند النقطه هاي شو بعمل الان؟ بحط كي هون، باخذ كي طلعت معي وين بحطها؟ بحطها هون، بظبط السيستم تبعي، بضل اغير كي لحد ما تصير النقطه اللي هون، بعرف هذا السيستم الجديد شو الشرط اللي حققت لي اياه؟ الاوفر شوت. لا لا الاستابيلتي مضمونه هون، بهاي الحاله مضمونه الاستابيلتي، طبعا في سيستم ثاني ممكن يكون المشكله في استابيلتي، بس بالحاله هاي ليش استابيلتي مضمونه في السيستم؟ لانه البولز لانه لاحظ البولز هون حتى لما زدت كي وين راحوا البولز؟ راحوا ما تحركوا هيك، لو تحركوا هيك بصير عندي مشكله ثابته، بس انا هون حققت الشرط اللي بدي اياه اللي هو زيتا بتساوي 20%، اذا انا لو ضليت فتشت قدرت الاقي قيمه كي عند النقطه هاي، لاحظوا كي قديش عند النقطه هاي في البدايه؟ صفر زيرو، قديش كي راح تكون لما هذول يوصلوا انفينيتي؟ انفينيتي، وبين الزيرو والانفينيتي كي لها قيم كثيره مش هيك؟ وراح اجي يعني انا ممكن ادرج هذا ممكن اجي اكتب 8.1 8.6 8.7 كي، واذا بتشوفوا من الفيديوز اللي سجلت لكم اياهم بالاول لو رحت في الروت لوكس في الماتلا كبست على النقطه اللي بدك اياها بعطيك قيمه كي. اذا احنا هي الفلسفه العامه تبعت الروت لوكس مثلا انه احنا راح نرسم الخط اللي بيمشي عليه الروت لوكس وانا بغير كي، لاحظوا هذه هون كي ما فيها اس، هذه بس بروبورشنال كنترول في كنترول. وانا بغير كي من هون رح يتحرك معي الاوبن لوب بولز وهون
بهذا الشكل. القاعده بتقول انه دائما راح يبدو من الاوبن لوب كولز راح ينتهوا يا اما على زيرو اذا عندي زيروز، اذا ما عندي زيروز راح يروحوا لانفينيتي. هاي القاعده الاساسيه تبعت الروت لوكس. بعدين جرافيكلي انا بالرسم اللي برسمه والتقابل راح اقدر الاقي نقاط الكي، وهلا في طريقه راح ندرسها راح نشوف كيف اطلع قيمه كي عند اي نقطه على الروت لوكس اللي بتحققها. اذا هذا الروت لوكس تبعه راح يكون في النهايه شكله زي هيك، راح يبدا هدول الاثنين من هون راح يتحركوا بهذا الشكل راح يتحركوا بهذا الشكل. اذا الروت لوكس لهذا السيستم اذا كان طبعا سكند اوردر يكون بهي الحاله راح يتحرك بهذا الشكل. طبعا ممكن يكون عندي زيروز كمان، ممكن يكون عندي عدد من الزيروز ممكن عندي يكون ديفولت اكثر وقتها يعني بيختلف، لكن الفكره العامه انه انا برسم المحل الهندسي للاوبن لوب بولز كيف بده يتحركوا ومنه بعدين بختار نقاط معينه بتحقق لي الشرط اللي انا بدي اياه. ماشي واضحه هاي في اسئله عليها؟